سلام البنات، واش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم ثالثه ميلانج تاع لا كولور بلون كويفري. توجور نقول لكم هاد لا كولور تاع لي تورك، توجور راهي طوندونس 2021-2022. سيت فوا البنات جبت لكم لا مارك كولوراي. فوالا البنات، راهي موجوده كاع في الولايه البنات. هالك كولوراي، ودير قلت لكم انتر 40000 حتى 45000. حاجه المليحه في الكولوراي فيها 100 امال البنات، سيرتو اللي شعرها طويل. سيت كولور، هاد الخطار سيت كولور لو ميلونج فيه دو تيوب برك. التيوب الاولاني البنات واش فيه 8.4، نديرو تيوب كومبلي زائد تيوب كومبلي 7.44. C'est un blanc moyen cuivré intense. Voilà, les bnet. Had les mélanges. Là, la photo, tu l'as la vidéo. Tu as deux tubes. Tube 8.4 ou tube 1 7.44. Donc, nous regardons comme catalogue où tu vois les bnet. Voilà. Avec les bnet 8.4. C'est un blanc clair cuivré. زائد هذا نديرو تيوب البنات، زائد تيوب كومبلي 7.44. سيت ان بلون مويان كويفري انتونس. هاد لو دو تيوب ميلونجيوهم مع لوكسيدون فوليوم 30. توجور البنات نقولكم قد الصبغه، ولا درنا دو تيوب 100 امال مع 100 امال دي ايكال 200 امال اوكسيدون فوليوم 30. البنات قد الصبغه قد الاكسيدون، توجور حطوها قاعده على البنات. قد الصبغه قد الاكسيدون، دو تيب هادو البنات نزيدو لهم 200 امال اوكسيدون فوليوم 30، ميلونجيوهم بيان. اللي عندها بروتين دير اون كويير كافي، اللي ما عندهاش عادي البنات. البروتين هاك لي غران هادو كيحمو الشعر محسن، واللي ما عندهاش معليش البنات. فوالا نديرو دو تيب هكذا مع لوكسيدون فوليوم 30 البنات. احسبوا كي تشرو قراع صغار احسبوا، سا ديبون. كاين دي مارك اللي عندهم قراع صغار يديروا 150 امال، كاين دوطخ مارك تلقاي 75 امال، كاين دي مارك تلقاي 60 امال، سا ديبون البنات. هاك لي قراع صغار شوفي زيدي نقولوا 60 بلس 60 هكذا تلقاي شعل امال ديري لو ميلونج ديالك. نهضروا دوكا على لا باز البنات. توجور نقول لكم لا باز هي السحب يكون درجه 7، ما يسحقش بزاف في السحب. درجه 7 معناتها يكونوا شعر اورانجي، ولا درنا ديكاباج يكون اورانج، خرج لكم اورانج تقدروا ديروا لا كولور بلون كويفري. ولا كان عندكم ديجا شعركم رايح اورانج تقدروا ديروا هاد لو ميلونج بلون كويفري. لو كويفري ما يسحقش سحب عالي، 7 نحبسو تما. ولا درنا ديكاباج خرجنا شعرنا اورانج نقدروا نديروه. فوالا البنات، هاد لي ميلونج ما تنحط فوق لي كولور فونسي امبوسيبل، ولا لي ناتوريل امبوسيبل. il faut يكون السحب كيما اللي تكون شعرها ناتوريل طبيعي، جامي صبغه تحب دير بلون كويفري واش عليك ديري غير السحب ماشي بديكاباج. نو تقدري ديري بالمحايد، كاين في الكولوراي البنات المحايد مع بلوس اوك قرع اوكسيدون فوليوم 30 ديريه وقعدي 40 مينوت ابخي شعرك كيولي اورانج. ابا تخليه دو جوغ هكذا ديري هاد لو ميلونج يخرج لك ان بلون كويفري. والبنات نهضروا على المده، المده اونتر 30-35 مينوت اغسلي. واللي عندها الشيب نقولها دير 20 اوكسيدون فوليوم 20 بلوس تقعد 40 حتى 45 مينوت. ما تنساوش بلي الشيب صعيب باش يشد فيه الصبيغه. هادو هما البنات لو ميلونج تاع اليوم لو ثالثه ميلونج. البنات مازال لو كاتريام ان شاء الله. ولا عجبتكم لا فيديو البنات ما تنساوش ديروا جيم ابوني باش يوصلكم كاع جديد. سلام.